الموضوع. كيف سؤالي يا أبو الإنسان هي بما نحن جايين ناخد الدعم مني ونقول لك شو هي جمعيتنا. جمعيتنا نحن أسسناها من فترة بسيطة من بعد ما رحنا على واشنطن أنا والأستاذ كمان. لقينا أنه شوي مضيعين لحقوقنا، ما حدا عم يحكي فينا أبدا. كنا بتقولي كنا نمبر يعني ورقم ضمن جمعيات أخرى، وقت اللي بدهم إيانا يبرزونا، وقت اللي ما بدهم إيانا ينعمونا. مع الرغم على الرغم من ذلك نحن قضية إنسانية كتير كبيرة، مئات العائلات فعلا تشردت لأنه الآباء والولاد ما رجعوا بعدهم بالسجون، واللي طلعوا واللي نحن منهم كمان طلعنا عائلة بدل ما نكون نطلع إنسانة أهلنا، طلعنا شبه عائلة على أهلنا، لأنه المجتمع اللبناني ما فتح بابه لأهلنا ولا الجمعيات ولا الدولة اللبنانية ولا أي من الوزارات اهتم فينا. فنحن صفينا مش بدنا نقول صعب ولا انه بنندم انه طلعنا، بس كانت امالنا كثير كثير كبيره، وفعلا خيبوا لنا امالنا بعدم الوقوف جنبنا فتره كل السياسه. مثل ما حضرتك بتعرفي بسنه 2000 صار في التحرير، عملوا مشروع مستعجل قدموه للمجلس النيابي بال 2001 مضمون مع الوزراء معه. كانوا بسرعه كثير وعطوا المعتقلين اللي طلعوا من السجون الاسرائيليه حقوق كثير ممتازه، يعني اعطوهم تعويض 5 ملايين ليره للشخص الواحد، ومعاش جندي بحق له بالطبابه، بحق له بالتعليم، بحق له بكل شيء وتوظيف. بينما نحن طلعنا وهن لما طلعوا استقبلوهم استقبال الابطال، ولازم يستقبلونا اكثر من هيك، نحن مش عم نقلل من يمكن ابدا. هن اشتغلوا، هن قتلوا عدو اسرائيلي شرس، حرق الارض الاخضر واليابس اللبنان، وكمان نحن قتلنا اخ شرس كمان حرق الاخضر واليابس، مشان هيك انسجنا. ماشينا بصوره كثير مزعجه، مكفلين مطمشين، راسنا على البنك اللي قدامنا، وحد كل واحد منا عسكري قد ما نحن خطرين. نحن كنا مسجون هون، وهذا كمان اللي هم ساعدنا يقف جنبنا، يقف جنبنا فعلا لقدرنا اساسا جنبنا، وبالوقت دافوا ناشط جدا بحقوق الانسان وعدة جمعيات، وقف جنبنا لقدرنا عملنا اساسا جمعية وهم اللي عم يساعدنا فيها. هلا هي الجمعية هدفها الأول هو الاهتمام باللي ظهروا عندهم مشاكل صحية، عندهم مشاكل وظيفية، عيالهم عندهم مشاكل اقتصادية. اليوم نحن بالجمعية صار في أكثر من 100 عضو. الشق الثاني الأساسي هو نرجع اللي موجودين بسوريا، إن كان جثث أو إن كان أحياء. نحن حطينا تناول قرار، يعني أول شيء قلنا في Working Group for Enforced Disappearances اللي موجود بالـ United Nations. هيدا ممكن نستخدمه نحن كانسترومنت قرار. هيدا بس كيف بيشتغل؟ هيدا مفروض الدولة، يعني مفروض لبنان بده يقول للعالم انه ما عنده اختفاءات قصرية وما عنده سجون معطلة. بيدعي لهالوركينج جروب، بيجوا لهون هن بكل حرية بيزوروا لبنان وبيعملوا تقريرهم. بس ما لهم حق يجوا على لبنان ويعملوا شغلهم إذا لبنان ما دعيهم. فعم نحاول نشتغل مع الفرنسوية لأنه هن صحيح هلا مع سوريا، ونحاول نحكي مع كل واحد عنده وصول لسوريا، بنقول لهم إذا حقيقة سوريا بتقول ما في عندها حدا، فاين خليها تطلب هاللجنة هيدي من جنيف تيجي على سوريا وتعمل تقريرها. بتنبت ساعتها، ما في واحد، إذا واحد قال إيه، إذا نفترض طلع سياسي هلا على سوريا ولقط 10 بإيده ورجع على لبنان، قال له هدول آخر 10، كيف نعرف إذا مضبوط آخر 10 أو لا؟ يلي ماتوا ومدفونين بسوريا بدنا إياهم يرجعوا إلى آخره. إذا ما قدرنا توصلنا بهالطريقة هاي رح نجبر نعلي درجة ونقدم طلب لمجلس الأمن ليطلع قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع
مثل القرار 1564 يلي صدر عن مجلس الأمن للسودان إلى آخره. تاني نقطة. أول نقطة الاهتمام فيهم. اهتمام يعني بدنا نأمن لهم شغل، بدنا نأمن لهم تريننج، يعني إنه لازم نعمل لهم دورات كمبيوتر، دورات لغات، لازم نأمن لهم شغل إذا فينا. نأمن لهم، نعرف العالم عليهم، في ناس عندهم مهارات معينة، بس هن تعبانين كمان، عندهم ريابيليتيشن لهم، يعني في عندهم ريابيليتيشن صحية، عندهم ريابيليتيشن نفسية، فيزيك. ما حدا رح يهتم فيه. ما حدا يهتم فيه. أول شيء موضوع الكيني، كنت بروجيت، نهار، ساعدة تقدم، هو بديع هون، بنحكيها، اعتبرها قضيته كمان، موضوع كل شيء تدريب كمبيوتر، احنا عنا هون برين سنتر. عندكم دورات بتعطوهم ماشي؟ ايه اهلا وسهلا فيكم سيادة الدكتور. دورات على استعمال الجهاز. ايه بيزكس يعني. تليفونات كمان كل شيء. موبايل فون. كل شيء تكنولوجي امني. دورات